هاي السنة واللي قبلها كتير قرأت كتب رومانسية حلوة بتضحك وكيوت وإلى آخره. من الكتب الأخيرة اللي قرأتها تصويتي لها وسط، يعني it's very cute بس مش earth shattering cute لإلي أنا شخصيا، بس ليه بدي أحكي لكم عنه لأنه كتير ناس حبوه. Okay, so this book is The Unhoneymooners لكريستينا لورين، يعني الناس اللي مش رايحين على شهر العسل أو يعني مش المتزوجين حديثا، هيك معنى التايتل. Okay, so أحكي لكم عنه. أول إشي طبعا لفتني لإله لما بتذكر جبته من أمازون إنه ألوانه كتير هيك كتير هيك برايت وهابي وحلوة، وأول ما قرأت إنه هيك رحلة ومغامرة في ماوي I was like yeah I like that. اوكي، حسيت انه لو انعمل فيلم وركزوا اكثر على انه يزيدوا شويه اشياء فاني ممكن كتير يكون رومانتك كوميدي كتير حلو. اوكي، سو اول اشي بيكون في عنا بطله اسمها اوليف توريس وايمي توريس. اوليف وايمي بيكونوا توام. ايمي دائما بتنوصف انها التوين الحلوه والمحظوظه، واوليف دائما بتنوصف انها هي التوين اللي مش كتير حلوه ومطبلجه هيك ومش محظوظه بالمره. اتليست هي هيك بتشوف حالها طول القصه. اوكي، فبتبلش القصة انه ايمي رح تتزوج لحب حياتها، وبتكون ايمي من كتر ما هي محظوظة ومحبوبة تفوز بكل اشي بعرسها، اولموست ما بتدفع ولا دينار ولا دولار. اوكي، ولا دولار بتدفع على العرس تبعها. كل اشي بالعرس من القاعة للشعر للاكل كل شي بيكون دعايات، حتى فساتين البرايد ميدز اللي هم الوصيفات وكل شي، كل اشي بيكون مدفوع حق. فأوليف بتحكي لنا انه قد ايه اختها محظوظه في الحياه. بيكون أوليف حلم حياتها تشتغل بشركه معينه احسن من الشركه اللي هلا هي فيها، بصراحه نسيت شو هي بتعمل بالضبط. المهم ايمي زوجها اللي هلا رح يصير زوجها بيكون في عنده صاحب ولا اخوه، بيست مان، صاحب اللي هو اسمه ايثان ثوماس. ايثان هو البطل تبعنا. اوكي، سو احكي لكم القصه. اول شيء بيصير، اوكي، بيجي يوم العرس الكبير واوليفيا بتحكي لنا عن طفولتها هي وايمي وعن حياتهم هيك بطريقه سريعه. يعني العرس بيكونوا اثنين بالعرس ما بياكلوا الاكل السي فود، يعني الاكل البحري، اللي هم اوليف وايثان اللي هم الوصيفين. اوكي، البيست مان والبرايد ميد اللي هي اللي ميد اوف اونر. اوكي، فبيروح كل القاعه بصير لها تسمم خرافي. هذا المقطع كتير اوخ disgusting، ذكرني في كتاب تاني قرأته زمان وصار منه في فيلم على فكرة، إذا تذكرته بكتب لكم إياه تحت. المهم بصير تسمم كتير كبير، كل الناس بمرضوا وبتعبوا، وهذا التسمم كتير 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 بيكون عنيف. ف إيمي وزوجها بيطلوا يقدروا يروحوا على الهانيمون تبعهم، they can't go لأنهم كتير مريضين. فبيحكوا لإيثان وأوليف إنه يروحوا مكانهم. ليه؟ لأنه إيمي هي اللي فازت بالهانيمون، فالاسم مسكر، يعني الاسم وصورتها هي اللي على الحجز. فبتقولها أنتي التوين تبعي، ما حدا رح يعرف إنك مو أنا، خذي هويتي وكل شي وجوازي وسافري عني. And this is what happens. بيروحوا على ماوي، أوكي؟ وبيعملوا هناك مغامرات. بتكون علاقة إيثان وأوليف كتير بيكونوا يعني هيك طول الوقت هيك بخناق بعض زي القطة والفار. لما يروحوا هناك بتضلها تصير معها مواقف بتضحك. ليه؟ لأنه هي بتحاول إنه قدر المستطاع ما يتعاملوا مع بعض، ما يقضوا وقت مع بعض بتاتا. بس بعدين بيروح بيصير فاجعه بالنسبه لها، المدير اللي قابلته لهذا البوزيشن اللي هي بدها اياه بيكون جاي رحله مع مرته، فكرها متزوجه جديد. فبحكي لها صرت بتضايقك من وصفك لانك متزوجه، احنا بنحب الناس اللي عندهم يعني حياه مستقره وعائليه والى اخره. فبتصير انه الكارير تبعتها بتوقف على انه هي تكون مع ايثان، فبتترجع انه بليز نكون مع بعض. بنفس الرحله الاكس تبعت ايثان اللي كسرت قلبه بتكون مع خطيبها برضه في ماوي بنفس الاوتيل. فايثان بحكي لها اوكي انتي اعملي لي هاي الشغله وانا بعمل لك هاي الشغله، تعالي نمثل انه احنا يعني انه احنا مع بعض متزوجين وكل شيء بس بدون ما حدا يعرف. فبيكون كتير بتصير مواقف سيلي وبتضحك وكيوت والى اخره. It's a cute book. So you're gonna enjoy it if you like هذا النوع من الكتب، هاي النوع من القصص. So yeah. Bye.